مشاهدي شوف تيفي تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة وجدة. الحصيلة اليومية لكوفيد 19 اليوم وجدة سجلت عاوتاني يعني واحد العدد قليل بزاف يعني ديال الإصابات عكس الأيام الماضية. الحمد لله يعني شي حاجة كتفرح. يعني البارح سجلنا 29 اليوم 30 صراحة يعني في المدينة ديال وجدة الوباء يعني يمشي منها. يعني هذا طبيعة الحال بالوعي ديال الساكنة يعني وكذلك مجهودات ديال السلطات المحليه اللي دائما كنحييهم لانهم لولا التدخل ديالهم الصرامه ديالهم ما يعني مع المخالفين وكرحنا الله يستر احنا في كارثه. يعني دابا مدينه وجده كتحصد المجهودات ديال الساكنه والمجهودات ديال السلطات المحليه يعني صراحه يعني مجموعه تاع الاجراءات اللي دارت ما كانت صوريه يعني غير حبر على ورق ولكن طبقت بصرامه من طرف السلطات المحليه. يعني كانوا كيهضروا على القهاوي كيسدوهم المحلات التجاريه تخيلوا نتوما كيدخلوا المحل التجاري الى لقاو فيه غي واحد يعني واخا غي يعني غي بائع واحد ما دارش كما ما كيسدوا له 5 ايام ومن بعد يقدروا يسدوا له 15 يوم اللي يسحبوا له الرخصه وكانوا عقوبات وغرامات ومجموعه تاع الامور. اذا يعني هذه بوادر الخير يعني وكنتمنوا انه السلطات المحليه ترفع علينا هذا الحجر الجزئي بحيث يعني الساكنه صراحه وعات 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 بلي انه يعني راه بلي خصنا كما كنقولوا حنايا خصنا نضامنوا بيناتنا مع حد ما بداش التلقيح. كنتمنى انه يجي واحد النهارات اللي نشوف انه تسجلات صفر حاله. للاسف اليوم كانت حاله وفاه واحده ولاحظنا حتى في المنطقه الشرقيه بلي انه تبارك الله يعني عدد حالات الشفاء ارتفعوا بزاف ويعني حتى الحالات تاع الوفيات قلالوا خصوصا مدينه وجده. كنا سجلوا مثلا مدينه وجده 5 تاع الوفيات 6 وكان انعدام تاع حالات تاع الشفاء. كتعرفوا كذلك لانه الناس وعات ولا رجع غير اللي كيحس بشي حاجه يعني غير شي اعراض يعني شي اعراض ديال الكوفيد اما مثلا حاسه الشم والتذوق الراس ديالو كيوجعو ولا شي حاجه من الاعراض ديال كوفيد 19 يعني كيمشي كيدير التيست ديالو. والحمد لله هذيك الكثره تاع لي تيست هي اللي خلات انه الناس كاملين يتعالجوا الحمد لله. كان مجموعه تاع الناس كانت كيتعالجوا في الدور ديالهم وعاوا بلي انه ما خصهمش يخرجوا مجموعه تاع الامور قات الناس يعني عرفت بلي انه الى خليت الحاله ديالي حتى الظهورات غادي نمشي للوبيطال غادي الله يستر نقدر نموت نقدر يعني مجموعه تاع الامور يعني غادي نمشي زعما يعني غادي نمشي للوبيطال باش يموت ولكن يعني الحاله ديالو متدهوره ما غاديش تخلي الفرق الطبيه انها تدخل بواحد الشكل اللي كما كتكون الحاله في البدايه ديالها. الحمد لله على كل شيء. واليوم اون جينيرال في المغرب يعني المغرب كامل سجلت فيه 3033 حاله يعني حتى هذه بادره زوينه لانه كان المغرب كيسجل 5000 حاله 6000 حاله كما كتشوفوا في النهار يعني ارقام اللي كانت كتخلع صراحه. انا متفائل الخير لانه علاش عدد الاصابات كينقص عدد الوفيات كينقص عدد حالات تاع الشفاء كيرتفع تزامنا مع الحمله ديال اللقاح ان شاء الله. يعني المغرب غادي يكون الدول الاولى اللي غادي تغلب على كوفيد 19 وان شاء الله الوباء ما غاديش يبقى غير شنو هو خوتي خاص الانسان يعني يمشي يدير اللقاح. الله يجازيكم بخير يعني يمشي يدير اللقاح ديالو باش نزيدو نساهمو ونزيدو نحاربو هذا الوباء هذا لانه صراحه يعني راه نقهرنا لا ماديا ولا نفسيا ولا مجموعه تاع الامور. الناس عندها فلوس وما قداتش يعني الناس عندها الفلوس وما قداتش والناس كتعاني مجموعه ديال القطاعات باقيين واقفين باش ان شاء الله العجله نتاع الاقتصاد تدور ونرجعوا كما كنا هادي شحال نشوفوا احبابنا نسافروا نورمال نعيشوا حياتنا يدوز هذا الكابوس ويمشي. لانه صراحه يعني راه سنه ديال الكونفينمون سنه ديال الموت وسنه ديال المرض وسنه ديال الخوف وسنه ديال الاكراهات النفسيه والماديه راها ماشي سهله اخوتي. يعني العالم عاش واحد السنه سوداء اللي غادي تبقى على مر التاريخ. يعني كنعرفوا يعني مر التاريخ كانوا مجموعه ديال الامراض اللي كانتنتشر ولكن ماشي كما دابا. يعني دابا كاين وسائل ديال كاين الطائرات وهذه كينتقل تنتقل الامراض من دوله لدوله يعني كما كتعرفوا يعني ماشي كما بكري. يعني كان المرض كينحصر غير في واحد الدوله ومن بعد
دابا المرض رجع عالمي كما كتشوفوا، والحمد لله يعني تمنوا انه كلشي يدير التلقيح، لان منظمه الصحه العالميه حذرات موجه ثالثه اللي غادي تقدر تضرب اوروبا بهذا المعنى. يعني الانسان اللهم يلقح يدير التلقيح ديالو باش ان شاء الله تكون امور مزيانه ويعيش حياته عاديه ويحافظ على خوته وعلى خواتاته وعلى صحابه وعلى الناس اللي يكونوا في العائله ديالو امراض. اذا خوتي خواتاتي كنتم في هذا البث المباشر، يعني الحصيله اليوميه لكوفيد 19 او سارس 2 من مدينه وجده على المباشر على قناتكم شو تي في. كنشكركم متتبعينا الاوفياء على الدعم ديالكم الدائم وعلى الحضور ديالكم دائما في اللايفات ديالنا وعلى البارطاج ديالكم. اذا خوتي خواتاتي نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد بعض النصائح اللي قدرت نعطيها لكم يعني، وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا.